مباراة ولها يعني ذكرى خاصة، أنا بعتبرها من وجهة نظري هي أهم مباراة أدت إلى اتجاه النادي الأهلي نحو البطولة. النادي الأهلي فيه ميزة مش موجودة عند أي فريق. أهم حاجة في النادي الأهلي اللي هي بتخوف كل الفرق، الهيبة. الهيبة قبل الفنيات. أيوه. الفرق كلها كانت تشوف النادي الأهلي قبل ما الحكم بيسنتر يكون فيه رعب من جمهوره في المدرجات ومن أسماء لاعبيه في أرض الملعب. أيوه. يمكن أنت تفتكر يعني بعض تعليمات لما كنا نلعب النادي الأهلي، كنت أقول لكم ما تبصوش في المدرج، ما تبصوش على لما كنا بنلعب في الإسماعيلي. ما تبصوش على المدرج. مظبوط. بص على المدرج هتخاف، هتقلق. خسرت خلاص، من خليك في الملعب بس. من الرهبه خسرت. النادي الاهلي عنده رهبه يعني بتخلي الفرق المنافسه، يعني مش عايز اقول لفظ يعني صعب شويه، لكن بيصعب الامور كتير على الفرق الثانيه. نعم. انا عانيت منها كمدرب وعانيت منها كلاعب امام النادي الاهلي، وحسيت بيها وانا لعيب في النادي الاهلي. مظبوط. وبالتالي فاسم النادي الاهلي في الفتره دي ما كانش مرعب، ولكن الهيبه موجوده من التاريخ، تراكمات التاريخ عامله. أيوه. هيبه للفريق. ايوه. فجينا نلعب في